واخر يقول: ارى في المجتمع نساء اجنبيات يظهرن وجوههن في اجمل زينه، فهل يجوز ان نلعنها لقوله تخرج المراه زانيه وتعود زانيه؟ ليس لك ان تلعنها، ولكن تدعو لها بالهدايه وتنكر عليها المنكر، ولا تلعنها تعين عليها الشيطان، لكن تدعوها للخير وتنكر عليها المنكر وتقول: يا امه الله اتق الله، ستري، احتجبي، وتدعو لها بالهدايه، وان كان معها زوج او ولي تنصحه. هكذا ينبغي المؤمن ولو كافره، يؤمر وليها بان يحجبها في بلاد المسلمين، ويطلب من ولاه الامور كذلك، حتى لا تضر المجتمع وحتى لا يتاسى بها المسلمات. نعم.